خير لكل مشاهدي الاو تي في، واهلا وسهلا فيكم بحلقه جديده من برنامج حكي على المكشوف. ضيفي لليله ملحن، موزع، كاتب ومغني، وابن ملك التراث المطرب الكبير صباح فخري، الفنان السوري انس ابو قوس، رح يكون معنا الليله ليحكي على المكشوف. تابعونا. أنس فخري، أهلا وسهلا فيك معنا اليوم. أهلا وسهلا، نورتنا. ميرسي. جاهز اليوم أنت تنحكي كل شيء على المكشوف؟ حجرب. حجرب قد ما فيك. إيه؟ لا، أنا معروف عني أنه شخص صريح لحد لحد الماكسيموم، يعني ما بحب غير الوقائع والحقائق. بتقولها مثل ما هي. كل شيء عندي على بس المكشوف. بس بداية اسمح لي بهالليلة الحلوة، بأول ليلة من هالشهر الفضيل، عايد جميع اللبنانيين والمسلمين خاصة أكيد بهالشهر الحلو، شهر رمضان الكريم، ينعاد عليهم بالصحة والعافية والسلام اللي نحن بنفتقده هيدا الأيام واللي بحاجة لإله. أمين يا رب. وأنا بغتنم هاي الفرصة، وميرسي لكم أنه أتحتوا لي هاي الفرصة أنه عايد المشاهدين الأحباء والجمهور الحبيب. حقيقة مثل ما تفضلتي، يعني نحن بهالأيام بأمس الحاجة لشوية هدوء، لنقول نفسي وروحاني وراحة البال. ايه، يعني فقدناها بقوة وما عم بفهم عشو يعني. طيب خليني اسمح لي، يعني ما فيك تكون موجود وفرقتك موجودة وبدنا نحينه اليوم. بدنا نشكر كمان إلي هادو اللي زيلنا استديو بمناسبة رمضان. مهضوم الديكور، حلو كتير. تسلم، كلك ذوق. وما تسمعنا موشح. حاضرين. أحن شوقا إلى ديار وديار رأيت أنس. خليني شوي رجعك لهالطفولة اليوم، خليني أستذكرها أنا وياك. حرجعك كتير؟ قد ما بدك. قد ما بدي. إيه، أخذ راحتي. قد إيه، حسابك. كله على المكشوف اتفقنا اليوم الحكي أكيد. كله أنس، أنت والدك أشهر من أن يعرف، المطرب الكبير اللي منفتخر فيه نحن الأستاذ صباح فخري، حضرتك من الزواج الثاني. نعم. اليوم كيف بتخبرنا عن علاقتك بوالدك ووالدتك، وكمان بدنا نعرف شوي عن إخواتك اللي مش من أمك. هلا هو زواجه الثاني كان ناجم انه والدتهم لاخواتي توفت مريضه الله يرحمها، وبي تزوج والدتي هي ربت اخواتي. كم خيوط؟ ثلاث شباب اكبر مني، محمد عمر وطريف، وانا اخر العنقود. اخر العنقود.
بعدين يعني بعد فترة من الزواج شرفت حضرتي و اللي صار انه ماما يعني هي كانت قاعدة بالنص ومجمعتنا حواليها كلياتنا، ويعني هي معروف عنا مضرب مثل بالتفاني والوفاء والإخلاص وكيف ربتنا كلياتنا يعني سواسية، ما كان في فرق، ما كانت تفرق بيناتكم، ما كان في فرق بين أي حدا، وحتى في أيام بالعكس يعني تكون تميل الكفة لقلون أكثر مني بكثير من الأحيان. هل قد كان عندها تفاني بالمعاملة؟ أي. وعلاقتي هلا انا وبي وامي الاصدقاء الثلاثه يعني عاملين ثالوث هيك خاص ثلاثي فينا. ثلاثي بقى طورت انا علاقتي فيهم واشتغلت على الموضوع، يعني بمرحله من المراحل طبيعه الحال هي علاقه ام وبي مع طفل، بس انت عم تقول لي انه انتم اصدقاء اكثر يعني. ايه عم اقول لك طورتها، أنا اشتغلت على الموضوع أنه نتحول لأصدقاء. هيدا الشيء ما خلى عندك عبء شخصي زيادة يعني طبعاً. تكون أنه ابن صباح فخري من أنت وصغير يعني على عدة صعود، كان في ما بقولوا حركاتك محسوبة مش مثل أي ولد، كان في تحدي كتير كبير إن كان يعني مثلا صباح فخري عبارة عن موسوعة متنقلة، ما بعرف كم ألف بيت شعر بيحفظ، ما في معلومة ما عنده، ما بيعرفها وشي يعني جوجل أسطورة أسطورة حية يعني، ولليوم بعده هو عنده هاجس التعلم يعني لليوم بعده بيسألني وبيقول لي شف لي جوجل هذا الموضوع استفسر لي عنه، فأنا حب الاطلاع التحدي متواصل. التحدي كان ضخم إن كان من الناحية الإنسانية أو من الناحية الفنية، وأنا قلت لك يعني ربيت يعني عمري حوالي 6-7 سنين قريت ملحمة جلجامش، عندي مكتبة كانت قدامي كلها دواوين شعر، هو يمكن هيدا بده يوصل لعمر 16 أو 15 ليبلش فيه يقرا ويعني وربيت على زغر على محبة الاطلاع، ف يعني حطني قدام تجربة كتير كبيرة، لهيك على 17 تقريبا رحت اكستريم عكس. هلا حنحكي عن هيدي حالة التمرد، انت قصدك هي ما انا تمرد بس كان في شوي حالة تمرد بالغناء يعني، حتى أنت بلشت إذا بدنا نقول يعني قمت برحلة كبيرة بين الروك والجاز والأوبرا وهالقصص، حتى أنت كنت مؤن الأهم من ما أسس فرقة بسوريا، كمان رجعت انتقلت لخط والدك المطرب الكبير صباح فخري، خبرني أول شيء عن هيديك المرحلة قبل ما نرجع نحكي بالخط اللي عم بتغني فيه هلأ أنت. هلأ اللي صار أنه أنا قلت بدي أعمل شيء غريب لأنه شو ما عملت ما حبين قدام صباح فخري، في حالة مثل إذا عم تعمري كوخ قدام قلعة ما ببين شو، ما حتبين قدامه، ما في وأنا فارتقيت أنك تعمل حالة تانية تتبين. لا مش قصة تبين، أنا عندي ثقة بنفسي كموسيقي بعيدا عن كوني ابن صباح فخري، وهو صباح فخري عنده ثقة فيي كموسيقي. طب شو كان رأيه الأستاذ صباح فخري لما فت بهيدا العالم؟ ما كان عنده مشكلة، شجعني بقوة يعني، بالعكس ما اعترض ولا انه مانع او انه لا بصير ما بصير، ما كان عنده ممانعة على لا. طب اليوم انت انس بتحس حالك انك قادر بصوتك يعني تأدي اللي عمله والدك صباح فخري؟ يعني ممكن نشوفك عم بتغني 18 ساعة مثل ما سبق والدك عملها؟ هلا بالتدريب كل شيء وارد، انا يعني سبق وغني 18 ساعه متواصله في يعني. في شغله مهمه كثير، في عده عوامل بتساهم ليوصل الانسان لهالمراحل هيدي، اولا الباز الماتيريال الاساسي الماده الخام قد ايه هي قويه، قد ايه مشغول عليها، قد ايه متمرن الشخص، والحالة الروحانية يعني. هو مش المشكلة انه نحن نغني 10 ساعات ولا 15 ساعة، ولا في ناس بيغنوا ساعة والناس ما بتحضرهم، بس ما بيكون في تفاعل قصدك مع العالم، لتقدري تخلي الجمهور توصل العالم يقعد هالمرحلة هيدي كلياتها، يعني انت ما تفكري باللي عم يغني 10 ساعات، فكري باللي قاعد 10 ساعات ليقدر يسمع يكون عنده هيدي الطاقه ليقدر يسلطن معه. وهيدا واحد من اهم الدروس اللي تعلمتها انا من بيي، انه بيتحول الفنان والجمهور لجزء واحد، روح متواصله، جزء بيصيروا
تجانس الأرواح ما بيعودوا جزئين، بصيروا جزء واحد. هذا التواصل كتير مهم، هو اللي بيعطي القوة والقدرة للفنان إنه يستمر. طب اليوم من هالمطربين والمطربات بالعالم العربي لمين بتسمع؟ هلا في منهم كتير، يعني أنا بحب يعني مع حفظ الألقاب بحب ملحم بركات كتير، موجه له تحية أكيد. أكيد يعني أبو المجد، أبو مجد أنا شخصياً بيعني لي كتير يعني لأنه هو حالة مميزة كملحن وكمغني. بحب صابر الرباعي، بحب حسين الجسمي، وبحب شيرين. طب إذا بنطلب منك اليوم تسمعنا أغنية أحد المطربين اللي أنت بتحبهم لمين بتسمعنا؟ أي عزركتك أنا أكيد أبو المجد يعني. شو خلينا نسمع لأبو المجد مقطع أغنية. سول حجازري حجازري وعلى بابي واقف قمرين واحد بالسماء والتاني أغلى من العين بالوما. على بابي واقف قمرين واحد بالسماء والتاني أغلى من العين بيفهم بالوما. على بابي الله يخلي لك هالصوت. مرسي. لا انا متاثر فيه لابو المجد لانه هو عمل يعني تجديد حقيقي. يعني عنده مدرسه مدرسه خاصه فيه بتعتبر. اكيد. طب انس اليوم مشاريعك شو؟ انا مشروعي واحد، ما عندي مشاريع، ولكن مشروعي معقد وصعب. ليه؟ لانه بعدنا كنا عم نحكي ما بدي اعمر كوخ، انا بدي اعمر قلعه تانية قدام القلعه. طب قدرت؟ عم جرب، بعدني عم جرب، والجمهور هو بده يحكم بالنهايه. بيك والدك شو رايه؟ كثير واثق هو، كثير واثق، يعني مأكد انه انا رح اوصل. تعتبر انت هو رباني يعني؟ اكيد لا شك يعني، اخر عارف حاله شو شاغل يعني، هو على ايديه. طب انت بتعتبر حالك يعني بعد هالسنين يعني قدرت شوي تكبر هالكوخ؟ ايه. قد قدرت تكبره؟ على الاقل حصلت جوائز بنمط انا ما بعرف عنه شيء، هذا بكفيني يعني لالي، واليوم بكفيني انه اسمع ولو اذا حدا بيقول لي 10% صوتي بيشبه صوت بيي، انا بعتبره achievement. ما بعرف اذا شهادتي مفيده، بس اكيد بيشبه صوت بيك. طول عمرك. ما بعرف اذا شهادتي مفيده. شهادتك بعشرة. تسلم. لا بس الجمهور والاراء الناس كلها بتحكم. ما هو اللي عم اقول لك كثير قريب يعني، بالنهايه الفنان هو يعني انت مصغر والدك يعني شوي شوي. هلا الناس اللي حاضرينه بالفتره اللي كان قدي
كثير بيشبهوني. بقولوا ما عم لك مصغر عن ولدك كثير بيشبهوك أيه. لإله. فهذا عم بيعطيني امل انه للمستقبل اوصل لمطرح قريب منه ان شاء الله. لانه يعني هيدا التناقض اذا بدنا نسميه تناقض، ولكن هو تجانس حقيقه، لانه الحاله روحانيه اكثر ما هي هلا كمان تقنية. انا الواحد ما في يكون نفس الشخص الثاني، بس انه بياخذ منه شوي يعني. وحتى صباح فخري برجع يعني عم نحكي عنه كثير، بس لانه انا الانفلونس تبعي هو طبعا ما فينا ما نحكي عنه، ما فينا ما يكون انس موجود معنا وما نحكي عن معظم الشيء يعني. اللي عمله هو من الحان، وهيدي الناس ما بيعرفوها وما معظم أغنياته. ما تسلط عليها الضوء انه حبيبي على الدنيا مثلا، اللؤلؤ المنضود، خمرة الحب سقينيها، كله من ألحانه. لما ناخو قبيل الصبح عصام، كتير من الأشياء، وكتير من الأشياء اللي موجودة بالتراث بالتراث من القدود اللي بغنيها، مثل قد كالمياس مثلا بقلبها في كتير تفريدات، هيدي هو عملها. يا مال الشام مثلا، مال الشام أكيد حنسمعها بالقسم الثاني، بس هلأ بدي إياك تختم هيدا المحور لضيق الوقت بأغنية من ألحان والدك كمان، إذا بدك قد كالمياس. هلأ هي تراث بالأساس اللي بدك إياه تنختم هيدا المحور. خلونا بالحجاز الري. اللؤلؤ المنضود في فمك الجميل، في السعادة للشقي وللعليل. اللؤلؤ المنضود في فمك الجميل، في السعادة للشقي وللعليل. فإذا تفتحت الشفا وثوانيا نورت دنيانا وأحييت القتيل. فقتيل حبك ليس يحيي سوى أنوار تغرق، إنه يرضى القليل. فقتيل الثغرك، فقتيل عطفك، فقتيل حبك ليس يحيي سوى أنوار ثغرك، إنه يرضى القليل. جودي عليه بلفتة لا تبقى لي، جودي عليه بنظرة لا تبقى لي، جودي عليه ببسمة لا 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 تبقى لي، جودي عليه بقبلة لا 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 تبقى لي، لا 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 تبقى لي، لا تبقى لي. فالحب والرحمة قدك الميس يا عمر لغصين البان كم يزري. قدك الميس يا عمر لغصين البان كم يزري، انت احلى الناس في نظري جل من سواك. Yeah, my.
خيم علينا أتشكرك عن جديد، حنقضيها شكر لإلك اليوم. أنا بدي أطلع فاصل أنا وياك تنريح لك صوتك شوي. حاضرين. لأنه حنتعبك خلال الحلقة كتير بأمرك أنا. مشاهدينا بريك ومنرجع.